للحديث عن الاستعدادات الصحية ننتقل لزميلنا سلطان السلمي من كل الصورة. سلطان مساء الخير عليك. سلطان رحب فيك وفي ضيفك المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة، ويا ليت من عندك سلطان تعطينا مع ضيفك فكرة أكثر على الاستعدادات الصحية، جاهزية القطاع الصحي اليوم والإجراءات والبروتوكولات اللي راح تطبق خلال الأيام القادمة. بالفعل زميلي سامي، بدأت وزارة الصحة السعودية بتنفيذ كافة الخطط الصحية والوقائية لحج هذا العام، هذا الحج الاستثنائي الذي يعيش في أو يمر في وسط جائحة فيروس كورونا. هنالك حزمة من القرارات والخطط والبرامج الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة لضمان وسلامة حجاج هذا العام. للحديث بشكل أكبر عن هذه الخطط وكيفية تنفيذها ينضم إلي الآن الدكتور ساري بن إبراهيم عسيري، المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة السعودية. بداية أهلا وسهلا بك، كيف سوف يتم تطبيق هذه الخطط والبرامج؟ شكرا لك وشكرا للجميع. طبعا الخطة موضوعة خطة صحية وقائية علاجية منفذة على 3 مراحل، قبل الموسم، أثناء موسم الحج، وبعد موسم الحج. قبل موسم الحج قامت فرق الصحة العامة بالمرور على جميع الحجاج في بيوتهم، التأكد من لبسهم الأسر الإلكترونية، من العزل المنزلي أو المؤسسي، التأكد من عمل المسحة لفيروس كورونا COVID-19، للتأكد من خلوهم منها، التأكد من جميع التطعيمات وفق البروتوكول، التأكد من أدويتهم ووضعهم الصحي، ومتابعتهم يوميا حتى وصولهم إلى مكة المكرمة. في مكة المكرمة وصولهم بالباصات هناك قائد صحي موجود معهم يتأكد من جميع الشروط الصحية، من لبس الكمامات، من التباعد المكاني، من تعقيم الأيدي. وصولهم هناك في الحجر المؤسسي يوجد فريق طبي يعمل على خدمتهم طبيا ووقائيا، يتم أخذ مسحة أخرى للتأكد أيضا من خلوهم من الفيروس، لأن الهدف الأسمى هو تقليل فرصة حدوث الفيروس لا قدر الله في أي أحد في موسم حج هذا العام. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى منى. في خلال انتقالهم من منى إلى عرفة إلى مزدلفة مسجد الحرام هناك الفرق الطبية معهم 24 ساعة، إسعافات طبية مجهزة، مستشفى متنقل، عيادات متنقلة موجودة، يوجد مستشفى منى الوادي مجهز على أعلى مستوى، وأيضا مستشفى شرق عرفات، وأيضا الفرق الطبية المتواجدة معهم والعيادات الطبية في أماكن سكنهم. شكرا لك دكتور. طبعا كان معنا الدكتور ساري بن إبراهيم عسيري، مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة وزارة الصحة السعودية، تحدث بكافة التفاصيل. شكرا سلطان، يعطيك العافية.